اسمي ريم علوان وأنا أمريكية من أصل عراقي. والدي عراقي من مدينة بغداد، ووالدتي أيضا عراقية من مدينة الموصل. أسكن في مدينة نيويورك منذ طفولتي وأحبها كثيرا. أنا طالبة في جامعة نيويورك حيث أدرس الكيمياء. لي أصدقاء كثيرون في الجامعة، منهم ليلى بكوش، أعرف صديقتها مها أبو العلا من صف تاريخ الشرق الأوسط، لكننا زميلتان فقط لأن مها خجولة جدا ولا تحب الكلام مع الطلاب الآخرين في الجامعة، وتذهب إلى بيتها بعد المحاضرات كل يوم. لا أعرف كيف تعيش هكذا من البيت إلى الجامعة ومن الجامعة إلى البيت.